ممكن تتحول سيارة من سيارة رياضية إلى سوبر كار. الموضوع ما يتعلق بالأرقام ولا بيتعلق بالأحصنة ولا بالتسارع. أي واحد ممكن يسوي سيارة سريعة، أي واحد ممكن يسوي سيارة فيها أحصنة عالية، بس مش أي حدا بيقدر يسوي سيارة صوتها هيك. هذا موضوعنا لليوم. هاي هي الكورفيت زد 06 الجديدة اللي أنا بعتبرها سوبر كار. الصوت اللي سمعتوه اللي طالع من الكورفيت هو صوت نحن مش متعودين عليه، لانه هذا الصوت نحن مش شايفينه اصلا من امريكا، شايفينه اغلبه من السيارات الاوروبيه، او خلينا نحكي السوبر كارز اللي احنا تعودنا عليهم. لما شغلنا السياره اوقات نسمع صوت مكلارن، اوقات بسمع صوت لامبورغيني، اوقات بسمع صوت فيراري. هذا كله صار تطور من الانجن اللي على السياره. الانجن مع انه صارت سعته اصغر شوي، بس هو الباور اللي عم يطلعه اكثر، لانه صار في تطور بجوه الانجن نفسه او بشكل عام. هذا هو اسمه LT6. LT6 عليه فلات بلين كرانك، هذا اللي هو شبيه بالسيارات السوبر كارز او السيارات الاوروبيه اللي نحن بنعرفهم مثل لامبورغيني فراري وسيارات تانية اللي صوتهم فعلا بيكون عالي وقريب نغمته على هذا النغمه هاي. الباور تبعه 670 حصان، بس مهم نحكي انه هو ناتشرالي اسبريتد، يعني تنفس طبيعي، يعني لا تيربو ولا سوبر تشارجر. طيب غيروا الانجن، هل تغيرت السياره؟ الزد 06 من السي 8 هو منتج نادر جدا، لانه صراحه صارت عليه عين بشكل رهيبه. شيفروليه عرفوا كيف يطلقوا السياره، طلعوا عليها صراحه اكم من فيديو بحمسوك انك تشتري السياره على السريع من دون ما تفكر. وفعليا الاسباب اللي اعطونا اياها فعليا مش عم بيخلوك تفكر. من اول ما سوقت السياره عم بحس انه شوي صارت ستيفنس عالي او قساوه زياده، خشونه بالسواقه، لان عم بيقربوا السياره لتكون قريبه على سياره السباق اللي هو سي 8 ار. فعشان هيك كمان الشعار موجود ورا سي 8 ار على السياره. اكثر شيء واضح هو صوت السياره، لانه اصلا تغير كل نظام الانبعاث ونظام المحرك كله تغير. اللي حسيته انه رينج القوه تبعت السياره او رينج الاداء كثير عالي، يعني هي بتوصل ل 8700 RPM، اقل من 9000 RPM بشوي لتغير غيارات. فعم بتحس انه الرينج او المدى جدا طويل، يعني من ناحيه انك تحط الطاقه او القوه على الارض عندك مدى منيح. يعني مش ضروري توصل ل RPM عالي لتلاقي الطاقه، لانه على 5000 RPM اوريدي عندك تسارع رهيب، غيرت على 6، فتخيل انه انت هلا صار معك مدى للتسعه. الفرق الكبير اللي حسيته بالزد 06 انه فعليا صارت مناسبه للحلبات اكثر. نحن شفنا كيف بورش عند الجي تي 3 ار اس سيارات معينه بيطلعوا ب خلينا نحكي طراز للحلبه، مخصص للحلبه، وبالضبط هذا هو الزد 06. اكبر فرق حسيته بالزد 06 هو المدى الطاقه، يعني هلا على زي مود او خلينا سبورت مود الار بي ام لساته عم بيطلع، لساته عم بيزيد، انت معك مدى كثير كبير. بصراحة انك تستعمل كل هذا المدى حسيت بصعوبة اني اطلعه كله على الشارع. صوت السيارة عالي بشكل عام، في عنا الباور والتسارع اوريدي موجودين على الار بي ام الواطي، فانك تستعمل الار بي ام العالي هو فعلا مخصص ل ما راح اطلع على العالي خليكي مخصص لقيادة، خلينا نحكي على الحلبات. فبتلاقي حالك على الحلبة بدك ار بي ام زيادة عشان ما تنزل جير، او تخليك مثلا عندك مدى اكثر من دون ما تغير. مناسب جدا صراحة، أنا هذا اللي شايفه. زد 06 فعليا قربت على أنها تكون سيارة حلبات، وهذا بالضبط اللي شيفروليه كان عم بيحاولوا يعملوه لما سووا هاي زد 06. أخذوا إنه كيف يقربوا سيارة الشارع على سيارة الحلبة تطلعوا بهالمنتج. نحن كنا بنعرف صراحة أن الأسطورة بالنسبة لي السي 6 زد 06 عليها 7000 سي سي، كان مخيف المحرك، طلع باور رهيب، توركو عالي، بس ما كانت سيارة حلبات مخصصة. حتى الزي ار 1 كانوا سيارات سريعين جدا، قوة رهيبة جدا، بس ما كانوا مخصصين حلبات بشكل كتير كبير. لما نزل السي 7 الزد ار 1 خلينا نحكي قربوا على موضوع التراك، لما حطوا لك الجناح اللي كتير كبير ورا على الباكج تبع التراك. بعدين السي 8 هي اللي غيرت مفهوم كورفت كله بشكل عام. نحن ما عم نحكي عن السي 8، خلينا نركز على السي 8 زد 06. انت عم بتسوق سيارة بتعطيك ثقة بالنفس حلوة، وبتعطيك مكانك على الشارع، لان السياره فعلا عريضه. انا عم بسوق السياره وحاسس انه في برستيج معين، خلينا نحكي، او مكانه مهمه، وهذا كله له اثباته بالشيء اللي عم بتسوقه. السياره عريضه بشكل رهيب، شكلها ممتاز،
صوتها رهيب، الانجن اللي عليها كمان خيالي من ناحيه التطور التكنولوجي اللي صار عليه، القوه اللي عم بتطلعه. بس مهم انك تعرف انه في ناس كثير بيكرهوك على الشارع، اللي هم جماعه السوبر كارز الايطاليين اللي هم بيعتبروا حالهم البيورست او النقيين خلينا نحكي، لانه هذا الصوت نحن ما كنا نسمعه على كورفيت، كنا نسمعه على فيراري، كنا نسمعه على لامبورغيني. انا صراحه اول ما شغلت السياره سمعت صوت مكلارن، لو انا مش شايف السياره وشغلتها لاول مره، انا سامع كثير سيارات ما اتوقع اني اقول لك والله هذه الكورفيت سي او 6، انه صوتها فعليا مختلف عن كل شيء ثاني. ففي ناس حيطلعوا عليك انه انت اللي عندك تسارع وعندك قوه بنص السعر اللي احنا دافعينه، نمط السياره اختلف. نحن شفنا كيف السيارات شو عملوا فيها، حطوا الانجن ورا، غيروا موضوع انه المانيوال، تغيرت السياره كلها، كلهم ناس انه حكوا على الاسطوره تغيرت والكلام هذا. بس الناس تجوزت هاي الفتره، هلا صار في عندنا الزي او 6. الزي او 6 اخذوا الانجن وعملوه ماستر بيس، يعني عملوه قطعه فنيه. الكونكتنج رودز من تايتانيوم، عندنا البيستن هيدز اللي هم البساتن الومنيوم، الكرانك هو اكبر تغيير صار على السياره اللي هو فلات بلين كرانك، اللي بيخلي خلينا نحكي التسارع كثير سموث او كثير ناعم. التورك او العزم مش كثير عالي، هو اقل من السي 8 كم ب 10 نيوتن متر، لكن الاحصنه زادت بشكل رهيب. السي 8 كانت تقريبا 500 حصان، الزيو 6 صارت 670. تسارعها من 0 ل 100 باحسن حالاتها على دراج ستريب مع الربر او خلينا نحكي التواير اللي فعليا ماسكين، جابت اقل من 3 ثواني، 2.6 تقريبا. ارقام خياليه. بس انا لهلا مش فاهم موضوع الصوت اللي هو هاد، الصوت اللي صار على السياره فعليا غيرت حياتها كلها. انا مو فاهم موضوع انه السيارات الامريكيه متعودين عليها كيف صارت هيك صوتها. هل معقول حيتغير تاريخ السيارات الامريكيه بس من وراء عملت شيفرلي على الكورفيت؟ ما بعرف، بس انا مبسوط على الصوت. انا كان عندي مشكله ان اول ما طلعت بالسياره حسيت انه اتوقع كان فيها غلط بالميزانيه، لانه السياره فيها اندرستير، او خلينا نحكي العجلات الاماميه ما كانوا عم بيتجهوا محل ما انا بدي على انعطافات معينه، على كورنرز معينه، فهذا بسميه اندرستير. انا بكون مثلا لافف يسار، السياره ماشيه سيده او ماشيه دغري. بس هلا على تراك مود تسارع ممتاز والبريكنج رهيب، بس يحمى. واو الصوت، الصوت اهم شيء، الصوت والفايبريشن والهزه كل شيء. واو. طيب سواقه السياره فعليا اللي شفناه انه مناسبه للشوارع، اوكي، بس كمان السيارة مناسبة للحلبة. بس احنا في عنا مشكلة انه في كتير ناس ممكن ياخدوا سيارة مثل هاي وما يستغلوا قدرتها انه يطلعوا فيها الحلبة. الزيو 6 اللي عم يتقدمه انه الوزن ممتاز، السيارة عليها ستيفنس احسن، رول بار احسن، انجن مخيف، بس شو ضايل؟ انا هلا شخص اخذ هاي السيارة على التراك، في عنا اول موضوع اللي هو التايرز، الاطارات اللي على السياره عاملينهم رن فلات لانه ما عليها السياره اطار سبير او خلينا زياده، فبيضطروا يحطوا رن فلات. الرن فلات لانه كمان البروفايل واطي، عندك قساوي اكثر على السياره بشكل غير مريح، لكن ما بتاثر على قياده السياره على الحلبة او سرعتها على الحلبة. فالناس راح تضلها عم تستعملها على الشارع على هذا السيت اب. لما الواحد بده يفكر يغير الاطارات ويحط اطار فعليا مناسب للحلبة، وقتها نبلش الحكي. انت هلا اخذت اول خطوه انك فعليا تقدر تستعمل السياره وقوتها على الحلبه. ثاني موضوع، انت عندنا نحن اكثر من نمط القياده، عندنا التور، في عندنا السبورت، عندنا تراك، وفي عندنا كمان اللي هي كبسه الزد اللي كابتين على الستيرنج، اول ما تكبسها تعمل السياره داون شيفت، تكبسها مره ثانيه دخلك على مود اللي هو الريس 2، بفتح لك البيجز اللي هم البرفورمانس تراكشن. اذا بتغير فيهم نقدر نغير على اكثر من نمط قياده، خلينا نحكي هاي ريس 2
وبعدين كمان نقدر نغير موضوع اللانش كنترول، قديش نقدر نرفع الار بي ام لللانش كنترول. خلينا نسوي اللانش كنترول سريع بما انه هلا ماشي على شارع دغري. ندعس بريك فول بنزين. يا الله وثمانين خلال ولا شيء. الصوت والكيف نطت السيارة فعليا عملت جمب. انت هلا تأقلمت مع السيارة وصرت عارف انه فيها اعدادات وعندك موضوع التايرز. في باكج من شيفرلي على الكورفت اسمه Z07 باكج، هاي بيضيف لك ليب كيت، بيضيف لك كمان كم من قطعة كاربون فايبر، بس اهم شيء كمان بيضيف لك سبويلر ورا على السيارة. هلا مختصين الكورفت اللي استعملوها للدراج ريسز بفضلوا انه ياخذوا السياره بدون سبويلر، لانه ما بدهم الدراج او ما بدهم السحب الخلفي عشان السياره تصير اسرع. بس مع هذا الباكج بيزيد عندك الداون فورس، وقتيها فعلا بتصير السياره مناسبه للدراج او للحلبه بشكل اكبر. السبويلر اللي عليها هلا حاليا عليها شيء اسمه الدك ويل اتوقع، اللي هو زي لب صغير، عم بيزيد 160 كيلوغرام من الداون فورس بس على سرعه 300، وهي سرعه كثير عاليه. وانا ما اتوقع انه الناس حتسوق الكورفت على 300 على الحلبة خلال اللفات على الكورنرز. فانت بتستعمل بدك تحتاج الداون فورس على سرعة اوطى، فانه بدك سبويلر، بدك ايرو كيت اكتر. اذا بياخذ البني ادم ايرو كيت على هاي السيارة بيصير مناسبة اكتر للحلبة صراحة. انا هذا برأيي الشخصي، اذا بدي اشتريها انا اشتريها مع ايرو كيت. بس موضوعنا هي ثقافة مين عم بيشتري السيارة. لازم الواحد يكون عنده ثقافة الحلبات عشان فعلا يستغل العناصر اللي عم تقدم لك اياها زد او 6 اللي ما عم تقدم لك اياها سي 8، لانه اذا انت ما حتستعمل العوامل هاي السي 8 مناسبه جدا، سواتها حلوه وباكج حلو ممتاز وشكلها حلو، بيعطيك شكل السوبر كار صراحه. بعد ما سوت الزد او 6 انا ما بدي احكي عن السي 8 العاديه سوبر كار، بدي احكي عنها سياره عاليه الاداء بشكل رياضي، لكن السوبر كار فعليا الزد او 6. المضحك هو بتعرفوا ذاكرة العضلة، لما انت تكون متعود على شيء معين ولما ترجع لهذا الشيء خلص انت متعود انك بدك تسوي مثلا شغلة معينة بهاي الطريقة. اول ما طلعت بالسيارة عم بسوها من الصوت ما بعرف ليش حسيت حالي انه انا بمكان متعود عليه قبل. لما اجي بدي اغير غماز بدل ما اني استعمل الغماز الطبيعي لقيت حالي باصبعي عم بعمل يسار. ذكرت انه هذا نفس الطريقة اللي بغير فيها الغماز باللامبورغيني هوراكان. بعدين جيت بدي اغير نمط القياده، جيت عم بدور على المانتينو اللي هو نفسه اللي بغير نمط القياده بالفراري. فيعني في عنا عوامل بالسياره حسستني اني عم بسوق اوقات هوراكان، حسستني اني عم بسوق اوقات فراري. ففعليا العناصر اللي حطوها بالسياره بتوديك لعالم السوبر كار. انا مع انه يكون الغماز على الستيرينج خاصه بهيك سياره. نمط القياده عادي خليه هون ما عندي مشاكل فيه صراحة، هدول بنلغيهم أحسن. البادل شيفترز أحسن لو كانوا على عمود الستيرينج وما كان على الستيرينج نفسه صراحة. بحس أنه بتكون السيارة أفضل لتكون قريبة على سيارة حلبات بدل ما أنها تكون سيارة شارع لكن عالية الأداء. بعد هالحلقة من الزيو 6 انتو شو رايكم؟ انتو مع تيم كورفت ولا مع تيم الايطاليان سوبر كار؟ السيارة واضح جدا انها وصلت لهاي المرحلة وفعلا ازعجت ناس كثير، لكن السيارة لسه قدامها كمان طريق طويل. هاي زيو 6 نحن شفناها فعليا خلينا نحكي مثل الجي تي 3 مش مثل الجي تي 3 ار اس، لان القادم اعظم. شفنا سيارة عم بيعملوا لها تيستينج في النيربرغرينج، بس سيارة ك زيو 6 باكج حاليا موجود بالسوق من باور وقيمة من احسن السيارات اللي ممكن تفكر فيها اذا كنت مقتنع فيها. لا تنسوا تشاركونا بتعليقاتكم تحت وتسووا لايك وشير وسبسكرايب. بنشوفكم الحلقات الجاية مع سترايف ميدل إيست.